تلقينا دعوة كريمة من السيد نائب رئيس المجلس السيادي، وفي الأساس هناك كان في اتفاق أنه نحن داعمين لهذه المفاوضات بشكل عام ومسار الشرك بصورة خاصة. وحقيقة استبشرنا خيرا، وسيد النائب كدأبه كان يعني منفتح على الجميع، وتناقشنا في كيفية تثبيت ما يتمخض عنه هذه المفاوضات، لأنه التحديات الكبيرة اللي هي أمامنا في الداخل، فالسلام يتطلب يعني تكامل الجهود وتوافق الجميع لعلاء كلمة الوطن الحقيقة. فنحن نشكر الأخ النائب لأنه يعني وضح لنا أشياء كثيرة جدا ربما كانت تغيب عنا، ونحن يعني أدلينا بدلونا في دعمنا اللامحدود لهذه المفاوضات بما يعود المصلحة للمواطن السوداني عامة ولإنسان شرق السودان على وجه الخصوص. فليست لدينا هنالك أي تحفظات، بل نحن داعمين يعني بدون أي تحفظ لهذه المسارات، ونسأل الله أن ربنا يوفق الجميع إن شاء الله، والكل إن شاء الله ينعم بالسلام والاستقرار والأمن، وخاصة نحن في الفترة الانتهائية، ويجب علينا جميعنا أن نتوافق أن تمر هذه الفترة بسلام وأمان.